احنا موجودين هنا في كايسيدي النهاردة لان الوقت الحالي بقى فكرة التلقي فيه غير مقبولة عند جيل الشباب، فيجب يتفاعلوا مع بعض. لذلك وسائل التواصل الاجتماعي هي افضل وسيلة لتبادل الحوارات ونشر ثقافة التسامح فيها عن طريق اقتراحات الاعضاء انفسهم المشاركين من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الهوية الدينية بالمفهوم الحالي المغلوط يعني تؤدي الى العكس تماما، وإنما الهوية الدينية المطلوبة هي الهوية الدينية اللي أرادها رب العالمين في كل الأديان، وهي أن يكون الإنسان خليفة في الأرض لعمارة الأرض، لا للاقتتال أو للمحاربة هنا أو هناك باسم أي دين من الأديان. فالهوية الدينية إذا قامت المؤسسات الدينية واستمرت في الجهد الحالي لتجديد الخطاب الديني وتوضيح معنى الهوية الدينية الصحيحة المطلوبة، سيكون لها دور فعال كبير جدا في تعزيز ثقافة السلام. التدريب أضاف لي كتير من المهارات على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والفايدة الأكبر اللي حققها لي هو الاحتكاك المباشر بناس من أعراق وطوائف وديانات مختلفة، ما كانتش متاحة لي الفرصة دي قبل ما أجي في هذه الفعالية. أما الذي يمكن أن يفعله كيسيد في هذا الإطار ألا تنقطع مثل هذه الفعاليات وأن تتكرر وتستمر، لأن جميع الحاضرين تم انتقائهم بعناية وجميعهم مؤثرون في مجتمعاتهم، فإن شاء الله فور عادتهم سيكون لهم دور كبير في نقل مثل هذه الخبرات إلى محيطهم.